أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن؟ هذا تمني الحسد، هذا تمني الحسد. أما أن تتمنى أن الله يعطيك مثل ما أعطى العالم الفلاني لتعمل مثل عمله، أو التاجر الفلاني الذي يحسن ويتصدق، فهذا لا بأس به، هذا تمني الخير. نعم.